ماشي. اقدر تشوف لي خالد وليد موجوده؟ خالد بالنسبة للامتحانات الخارجية للمتقدمين للعام الدراسي 21-22 حقيقة آلية التقديم كانت بامتياز لهذا العام حسب ما أقرت وزارة التربية بأنه كان عن طريق المدارس، وهذا حقيقة خفف علينا الوقت والجهد، والآلية كانت حقيقة بامتياز. ولا ننسى كذلك الحل جهود السادة أعضاء اللجنة الفرعية بالإضافة إلى الموظفين الخارجين، فعلى قدم وساق طيلة هذه الفترة تمكنوا من أداء عملهم في تدقيق الملفات المتقدمين للامتحانات الخارجية بالإضافة إلى إعداد البطاقات وسحبها على شكل سكانر صور، وإن شاء الله بإذنه تعالى سنبدأ بتوزيع البطاقات الامتحانية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق يوم 7 ولغاية يوم الخميس نهاية الدوام الرسمي. بالنسبة للمكان اللي يتم بتوزيع البطاقات الامتحانية، بالنسبة للبنات في مديرية الامتحانات في المكان اللي هو خلف مطعم خطار مديرية الامتحانات، البنات الابتدائي والمتوسط والإعدادي الكل في مديرية الامتحانات. أما بالنسبة للبنين فيكون توزيعها كذلك الحال للأيام اللي أسلفت بذكرها اللي هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس نهاية الدوام الرسمي في مركز فحص أي البناية المجاورة تماما لمديرية الامتحانات خلف مطعم خطار. إذن بالنسبة لتوزيع البطاقات، أما بالنسبة للمراكز الامتحانية حسب توجيهات الوزارة، المراكز الامتحانية جميع المراكز الامتحانية هي داخل المحافظة حصرا، يعني ما عندنا مركز امتحاني خارج المحافظة. وعدد المتقدمين لهذا العام هو بلغ 14569 متقدم ابتدائي متوسط والإعدادي بكل فروعه. أما بالنسبة لموعد الامتحانات فتبدأ من يوم السبت الموافق 12/2 وتنتهي لغاية 20/2. نعم. أما لدينا هناك حقيقة بعض الملاحظات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات الخارجية، وهي بالمتقدمين للامتحانات الخارجية بالنقاط التالية، نقاط حقيقة جدا مهمة. أولا معرفة المركز الامتحاني قبل المركز الامتحاني بيوم على أقل تقدير. اثنين الحضور واعتبارا من اليوم الأول في تمام الساعة 8، كون الامتحانات تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا حسب توقيت بغداد وذكرتها اللي هي يوم 12/2. الحضور بالنسبة للطلبة يصطحبون معهم كذلك الحال من القرطاسية كاملة، ممنوع صراحة حتى طلب القرطاسية، والالتزام بالزي لا يكون زي عسكري أو الزي المسموح أو الزي العربي، فالزي المسموح به اللي هو الزي الرسمي. أما بالنسبة ملاحظة جدا مهمة بالنسبة لانتحال الشخصية وحالة الغش، صراحة هذا الموضوع مهم جدا. انتحال الشخصية بالنسبة للطالب الخارجي يحرم من الامتحانات لمدة 5 سنوات ما بعد هاي السنة، وهذا صراحة قرار يعني قوي ضد المنتحل الشخصية، بالإضافة إلى أنه المنتحل الشخصية يحول للمحاكم. أما حالة الغش كذلك الحال، تحرم الطالب من الامتحان ويعتبر راسب لتلك السنة. تقديري لكل زملائي من أعضاء اللجنة الفرعية والموظفين وكل من ساعدنا وسندنا، وكذلك الحال السيد المدير العام أحمد منوخ مدير قسم الامتحانات في المديرية العامة لتربية 2.